سعيدين جدا اليوم ان نلتقي بالناشط السياسي الاستاذ شريف اسحاق في الصفحه الاعلاميه لحركه جيش تحرير السودان بقياده الاستاذ عبد الواحد نور على برنامجنا مقابلات حول السياسه الوضع الراهن. اهلا بك كومريد شريف. اهلا ومرحبا بكم اللجنه الاعلاميه لحركه جيش تحرير السودان، سعيدين كل السعاده ان نلتقي معكم ونتحاور في حول الوضع الراهن السياسي الموجود على مستوى الدولة السودانية. أسمعوا لي عبركم أنا أحيي كل القادة السياسيين والعسكريين من حركة وجيش تحرير السودان، وأيضا أرسل تحياتي لكل النازحين واللاجئين على مستوى الدولة السودانية والدول المهجرة. في الأونة الأخيرة الحكومة كسرت حربها ضد المعارضة العسكرية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بما تسمى بالسيف الحاسم، وهاجم بكل القوة تلك المناطق، وجد طريق مسدود أمامهم، واستخدم في هذا الحرب ما تبقى من الجيش النظامي السوداني وقوة الدعم السري وغيرها، ولم يفعل شيء غير الحرق القرى وقتل الأبرياء والقصف الأشوائي للقرى الغير مأهولة بالمعارضة. ممكن توضح لنا ما مصير هذه القوات؟ أولا الحكومة السودانية جيش كثير من الجيش، ايضا سمع كثير من التسميات، وعندما فشل في ذلك التسميات وفشل في تجيش الجيش ان يقودوا حروبات ضد المدنيين وليس ضد التمرد او الحركات المتمرده الموجوده على مستوى الدوله السودانيه، لانها لا تستهدف الحركات المعارضه بل انما يصادف او يستهدف المدنيين العزل الابرياء. فهذا يعني هي اصلا يعني سياسات بتاعت الحكومه السودانيه، او الحكومه السودانيه عندما يفشل او ليس لديها قدره ان يواجه الحركات المتمرده، وانما فشل في كل ذلك قام باستعانه القوات الممكن مطروده من قبل القوات الفرنسيه، القوه كانت في مالي الارهابيين، وحاليا مركزهم على مستوى او على مستوى دارفور تحديدا، وايضا قام باستعانه قوات تشرق قوات اليوغانديه المتمرده، ايضا فشل. ونحن بنقول بصوت عالي ومسموع الحكومه السودانيه ليس لها اي قدره يعني ان يهزمنا في المعارك، ولكن نحن كحركه تحرير السودان قوتنا هي موجودة، وحكومة السودانية بعرف بأنه إحنا موجودين وين كقوات حركة تحرير السودان، من المفترض أن يواجهنا نحن وليس المدنيين. شكرا كثيرا أستاذ. مسهلان المعروف بقائد الججويت الذي شارك في تدمير وحرق القرى ونهبها في دارفور علم في نهاية 2014 بأنه حركة متمردة عسكرية، وبالأمس الغريب يقول لأهالي في دارفور التصويت لصالح المؤتمر الوطني. ماذا نفهم من ذلك التصريحات؟ هل مراوغة أو هل كان الأمور مسيسة من أجل كسب حقيبة برلمانية؟ مسهلات معروف من أحد القادة الذين يرتكبوا جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب داخل منطقة دارفور تحديدا أو غرب السودان بصفة عامة. حاليا قد يكون اعلن في 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 السنه الماضيه تحديدا بانه تمرد الحكومه السودانيه، لكن نحن عارفين جيدا من الذي ارتكب جرائم ضد الانسانيه، من الذي ارتكب الاباده الجماعيه، من الذي ساهم في اغتصاب نساء دارفور تحديدا. فاذا كان بقي متمرد للحكومه او بقي مؤيد للحكومه لابد من موسى هلال ان يحاسب وغيره. وحاليا قد يكون اعلن بانه او خاصه في اليومين الفاتت يعني حاول بانه يعمل حمله للانتخابات او دعايه اعلاميه للانتخابات انه كالشعب هناك تحديدا انه يسود الحكومه المؤتمر الوطني، يعني ترميم الحكومه في اداره الدوله السودانيه واستمرار الجرائم ضد الشعب السوداني. فهذا نحن في حركة تحرير السودان بنرفض كل الرد بأنه يعني أي شعب أو أي فرد من أفراد الشعب السوداني أنه يكون مصوت أو يكون سبب الأساسي بترميم الحكومة السودانية في إدارة الدولة للمرة المقبلة.
يوجد كثير من التحالفات بين القوى المعارضة المدنية والقوى المعارضة العسكرية، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الكومريد عبد الواحد محمد أحمد النور ليس جزءا من ذلك التحالفات. ما سبب في ذلك؟ كحركة تحرير السودان كان السبب الأساسي في بعض التحالفات والتنسيقات إضافة لتكوينات خاصة تكوين الكبير العظم المستوى الدولة السودانية القوة الجبهة الثورية السودانية وحركة تحرير السودان كان مساهمة كبيرة جدا إنه يوحد المعارضة السودانية خاصة العسكرية نجح في ذلك، وأيضا ساهم مساهمة كبيرة جدا إنه يوحد المعارضة المدنية أو السياسية وبرضه نجح في ذلك. لكن في 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 تقديرنا نحن كحركة تحرير السودان بأنه المهم في التحالفات إنها تكون ثابت في المبدأ اللي أنتوا أصلاً حالفتوا من أجله، وضروري جداً بأنه الكل يكون ثابت في 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 نفس المبادئ. نحن كحركة تحرير السودان مبدأ بتاعتنا الأساسي وكمان المبدأ ده يعني جبناه بكل الميثاق، إذا كان ميثاق بتاع الفجر الجديد أو ميثاق بتاع الكودة، بأنه لابد من إسقاط النظام وليس الحوار مع الحكومة السودانية. فهذا يعني من 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 مبدأنا إحنا كحركة تحرير السودان أو مع الاتفاقات الطمة مع القوى المعارضة إذا كان العسكرية أو إذا كان السياسية. ده من جانب. الجانب الثاني في الاتفاقات الأخيرة اللي حصلت كحركة تحرير السودان ما ساهم بأنه يكون موجود أو عارض الاتفاقات، والسبب واضح جدا بأنه أي اتفاقية مكونة أو أي اتفاقية موجودة يعني أو يساهم في 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 في, في تحالف أو التنسيق بين كل القوى المعارضة إذا كانت عسكرية أو المدنية وما بعدي إلى إسقاط النظام أو مخاطبة جذور المشكلة السودانية، هذا إطلاقا نحن ما نكون جزء منه. ليه؟ لأنه بنشوف بأنه في أي اتفاقية أو الحكومة السودانية الممكن يجي من بعد إسقاط حكومة المؤتمر الوطني بأنه يكون خالي أو يكون في فصل بين مؤسسات بتاعت الدين ومؤسسات بتاعت الدولة، هذا مهم جدا. أما يعني اتفاقيات ممكن يكون حصل أخيرا، ما بخاطب الحتة ده تحديدا، ما بفصل بين الدين والدولة. والدين ده بنلقى مثلا بأنه الحكومة السودانية استخدموا في كثير من الأشياء حتى في الحروبات داخل الدولة السودانية، وبنرى في نفس الزمن بأنه عشان نعرف بأنه أضرار استخدام الدين في الدولة يعني في أسبوع مدى تحديدا، نلقى مثلا بأنه 13 طالبة سودانية اندم في صفوف وداعش أو الدولة الإسلامية. هذا يؤكد لنا جدا بأنه حكومة السودانية هي حكومة رائدة للإرهاب، حكومة رائدة للإرهاب، وإحنا في حركة تحرير السودان ما دارنا نستخدم الدين في إدارة الدولة، لأنه الدين لناس محددين المعتقدين أو ناس البومين مثلا بالدين الإسلامي، وإننا ناس مثلا عندهم الدين المسيحي، في ناس لا دينين على مستوى الدولة السودانية. ضروري جدا بأنه أي واحد من كل المكونات الموجودة إنه يكون له علاقة يعني بدين القوة، مثلا هو بومين بو. أما الدولة لما نتكلم عن الدولة السودانية، فالدولة السودانية بيحتاج بأنه يكون إدارة بتاعته من كل الأطياف بتاعت الشعب السوداني، محتاجين بأنه يكون في مشاركة حقيقية من كل الناس، إذا كنت مسلم أو إذا كنت مسيحي أو إذا كنت لا ديني، إنك تساهم في إدارة الدولة السودانية. أما الدين إنه نستخدم الدين في إدارة الدولة السودانية، نحن بنرفض رفض تام وحازة. أو النقطة تحديدا كان برضو عندنا نقطة في إعلان باريس بين الجبهة السورية وحزب الأمة كانت الصادق المهدي، كان عندنا برضو إشكال ليه، لأنه رافض بأنه يكون في فصل مؤسسات الدينية أو مؤسسات الدولة من مؤسسات الدينية، فده برضو كان اختلافنا. فحاليا قد يكون هم يعني اتحالفوا ما بعد الرفاق أو ما بعد المعارضة، إذا كان العسكرية أو إذا كان السياسية. فنحن يعني ما هم نقصدهم بأنه مثلا يعني هم
يغيروا او لا يغيروا، لكن بالتاكيد بانه لما يكون في استخدام الدين في الدوله هذا يعني بانه استمرار الحكومه بتاعت المؤتمر الوطني اذا كان اسقطوه او ما اسقطوه، لانه ما زال الاسلام الارهابي يكون موجود على اداره الدوله السودانيه، فهذا نحن لم نكون جزء منه، بنرفض رفض تام. على الاقل يعني نحاول بانه يكون في تغيير في العقليه حتى تتشابه السوداني. شكرا كثير الأستاذ كمرت شريف إسحاق، كنت معنا في الصفحة الإعلامية لحركة وجيش تحرير السودان في برنامج مقابلات. شكرا كثير. شكرا لكم.